قول لي بقى ايه فكرتك؟ فيلم اسمه يوميات عربيات كشري. ده اكيد ملوش كمال الفيلم ده. كشري ايه بس؟ زفت زفت. اتفضل اتفضل اللي بعده. مقدمة فيلم عن شاب نايم. طبعا لازم يكون نايم. وبعدين اكيد بيفضل نايم. كويس، وفين القصة؟ هي دي القصة سيادتك. اكيد بقى الجمهور اللي هيخش يتفرج على القصة بتاعته ده هياخد معاه بطاطين. شاكرين. اتفضل اللي بعده. انا عايز اخد فرصتي. خدها يا حبيبي. فيلم عن مفيش. مفيش ايه؟ مفيش شغل، مفيش جواز، مفيش عربية، مفيش فيلم. هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع. ده على كده فيلم الكشري كان ارحم. هو فين الفيلم يا ابني؟ هو ده الفيلم سيادتك. زفت زفت زفت. امال عايزيننا نجيب قصص منين يعني؟ قصص منكم انتم. انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد، لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا. يلا يلا اتكل على الله اتكل على الله. حضرتك المهنه لمت خالص خلاص. بالظبط كده يا استاذ بالظبط. يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس دور جوه بيته هيطلع 100 قصه على الاقل. واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما. حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا، وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما، ما وافقتش وقتها، لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي. افهم كده ان عندك قصه ليا؟ راجل عايش مع ست ستات. عايش مع ست ست. هايل. جبتها ازاي الفكره دي؟ حضرتك انا ما جبتهاش، انا نفسي عايش مع ست ستات. ايه ده؟ وكمان قصه واقعيه؟ بص يا استاذ انا هشتري منك الفكره دي واديك عربون فورا، بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد، عايز فيه اكشن. اكشن حضرتك انا دايما بتخانق معاهم فده اكشن يعني. حلو قوي. عايز كمان فيه رومانسي. الرومانسي بعد ما اتخانق معاهم بصالحهم على طول. يا ريت يا ريت يبقى فيه شويه رعب. رعب رعب، برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني. مرعوبين. ويا حبذا لو فيه شويه تاريخ. تاريخي حضرتك الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار، ما عنديش مشاكل خالص. كويس جدا. ايه رايك بقى في شويه استعراض على خفيف كده؟ لا استعراض معلش، انا مش بتاع استعراض لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بدايه طريقي. خلاص خلاص مش مهم، اهم حاجه عندي الكوميدي. حضرتك الكوميدي خلاص رطرط، اي حد بيعمل كوميدي، لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يثير الملل، يخلي المتفرج وهو بيتفرج يكبس عليه النوم على طول. هايل هايل. أنا دلوقتي بس اطمن على فكره انا همضي معاك العقد بس انا لسه ما عرفتش اسمك ايه. حضرتك انا اسمي عادل سعيد. وانا عادل حزين. انت كمان عندك فكره ليه؟ ايوه، راجل وسبع ستات. طب لو هديك نفس الاجر الست عندك تقف بكام؟ ايه ده حضرتك، هي شروه يعني الست تقف كام ايه يعني؟ حضرتك انا جاي قبله، وبعدين غير كده يعني انا ممكن الست ستات اللي عندي اخليهم سبعه اتجوز واحده تانية، ممكن اخليهم ثمانيه اجيب اي واحده قريبتي تقعد يعني، بس ده للاجزاء اللي جايه يعني. خلاص يا جماعه مش هنختلف، بس انا عايز اقول ان الفكرتين قريبين قوي من بعض، قولوا لي شوروا عليا اعمل ايه؟ الفيصل في الورق. ورق ايه حضرتك؟ ده اسمه حزين، يعني هيكتب كوميدي ازاي؟ وبعدين ورق ايه يا عم؟ واحنا بنبيع ترمس. خلاص تبقى خايف من المنافسه. لا مش خايف لعلمك بقى، وهتشوف. علشان نفض الاشتباك اللي بينكم ده كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي. حياتنا خلاص يا جماعه هتتسجل على شريط سينما اخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم. يا سنة ما تحترم نفسك بقى. اخيرا يا جماعة يا جماعة، المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها هيشوفوها. اخيرا الواحد حس ان الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. ايوة يا عادل، بس انا برضو مش فاهمان انا ايه اللي خلاه يتشد بيك. ابني انسان عظيم ودي اقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى مرة جايزة نوفل واخدها بلا خيبة، ده قعد 4 سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعة ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم اواصر المحبة بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبلية القادمة. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي. امال ايه؟ اولا انا يبقى لي كلمة مسموعة، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فاقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رأيي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك. اشتري نفسك يا ابني.
عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي. انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه. دولا انت بتكتب ايه يا دولا؟ بتعمل ايه؟ بعمل الخطوط الرئيسيه. خطوط؟ انت هتبيع موبايلات يا دولا؟ موبايلات ايه؟ انت اي هصه جاي فيها؟ موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسيه للقصه بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا، يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده. وانا طبعا ان شاء الله مكتوب. مكتوب ايه يا ابني؟ هو احنا طالعين رحله لراس البر، اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولا؟ وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهر تقوم تبيعني انا؟ يا ابني انا لو طول ابيعك من زمان كنت بعتك، محدش راضي ياخدك ببلاش. يلا ليه يا دولا؟ ده انا ابن عمك يا دولا، تبيعني. خلاص يا رمز خلاص، مش عايز دوشه دلوقتي، هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجه في الفيلم. يلا اتكل على الله. لا لو سمحت يا دولا خليني انا اللي اكتب بنفسي مش انت. اتفضل اكتب بنفسك، عايز تكتب ايه؟ يعني ايه حكايتك يعني؟ ماشي اتفضل يا دولا اكتب كده. رمز البردعي ده اسم الفن. البردعي ده نسبة للبردعة اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله. هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني؟ لا انا اسف. اتفضل حضرتك اتفضل، عبر عن نفسك. ماشي. رمزي انسان كويس وابن حلال جدا وشاطر. رمزي حمار وما بيفهمش حاجة. ورمزي رياضي ومشنوق القوام. و مشنوق بتبوظ لي الفيلم من قبليها. يلا اطلع بره، يلا اطلع بره. خد ايه؟ خد تعال بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ ايه هي انطباعات حضرتك عن الوضع الاسري الراهن؟ لا 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 انا ما بحبش اتكلم في السياسه. طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل؟ ابدا، ده انا كنت بقول يا حيطه داريني. يا حيطه داريني. طب ماما هسالك سؤال كاني مش ابنك يعني وكانك انت مش ماما خالص يعني. حبيتي حد قبل بابا؟ انت تعلم جيدا يا عادل ان انت كنت الحب الاول ليا ايام الجامعه، اي انك كنت حبيبي دائما. يعني ايام الجامعه ما كانش ليك اصحاب؟ الحقيقة ان كان في معظم الاصدقاء يمتازون بانهم من العنصر النسائي. في بعض الأحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الأشخاص الرجاليين المميزين جدا، بس كانوا كتير يعني. كتير ولا؟ ماشي رانيا جاوبيني بصراحة، عمرك زوغت من المحاضرات؟ انت اتهبلت في نفوخك ولا ايه؟ ما تحافظ على كلامك، انا مثال التربية والتعليم والأخلاق، انا زوغ من المحاضرة؟ بعيدا عن المبالغه بتاعتك وركزي معايا، اختاري ما بين الاقواس. هل شخصيتك شخصيه مستقله ام مستغله ام موتزاريلا؟ انت متربي معايا واخويا وعارفني كويس، ولا انت واحد صاحبنا يعني؟ انت عارف ان انا طول عمري مستقله وعمري ما كنت دلدوله لحد يا عادل. طيب هل انت انانيه؟ انا طول عمري معطاءه يا ابي، واللي في ايدي مش ليا. مش ليا. طيب حسيتي بأي نوع من القلق يعني، وخصوصا انك انت تعرفتي بشباب كتير ومن غير ما تتخطبي مثلا ولا حاجه، يعني من الاخر خايفه تعنسي؟ بص يا ابي، كل شيء اسمه ونصيب، بس انا مش ساكته ومسيري هوقع واحد قريب. طيب ايه رايك في كتاب أبلة نظيرة؟ طول عمري بعمل لكم الاكل من غير كتب زي ما اهلنا علمونا. طب ماما معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة، هل انت من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للأناقة؟ انت طبعا عارف ان انا ست تري شيك وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبشياكتي، علشان كده انا على طول بلبس احدث موضة. طيب هل فكرت انك انت مثلا تصبغي شعرك او تحلقي زيرو؟ زيرو؟ انا احلق زيرو يا عادل؟ ازاي يا حبيبي؟ ده انا اهم حاجة في حياتي هي شعري. انا صحيح مرة حاولت ان انا اصبغه احمر لكن للأسف طلع اورانج، لكن رجعته بقى للون بتاعه الطبيعي. طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ انا على طول بالنهار ببقى مزنوقة وخصوصا يوم السبت. طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟
لا يا عادل، لا ده بيلجأوا لي في محاولة أخيرة لإصلاح ما أفسدته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناة، زي مضناك جفاه كده. نفسك تخلفي تاني؟ معقولة يا ابني عايز نخلف بعد العمر ده كله؟ انت عايز تخش الجيش ولا ايه؟ صح، انت لو خلفتي انا اخش الجيش عشان طيب ماشي يا ماما، ما علينا. بتحبي ايه من صفات الناس؟ الكرم، يعني لما اطلب منك حاجه تعملها لي تقوم تعملها لي، لما اطلب منك فلوس تديها لي تقوم تدهاني. سحبت السؤال اللي فات. قولي لي يا ماما، امتى بتحسي بالخوف؟ لما اشوف فيلم رعب. لما بتشوفي فيلم رعب، حلو. امتى بتبقي عايزه تضحكي، لو انت اصلا بتعرفي تضحكي؟ طبعا، يعني بضحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل للاقتراب المزعن عادي. طيب ركز معايا في السؤال ده، ايه لونك المفضل؟ الاسود. هل انت تشاؤميه؟ جامي ان انا اتشائم في حياتي، انا عمري ما تشائمت في حياتي، حتى لما بستبح بوش امك واختك برضو ما بتشائمش. ايه اكتر موقف اثر فيكي؟ موقف عبود. بابا، هو انت مش هتسألني؟ لا يا حبيبتي، احنا بنكتب تاريخ للشخصيات، واقل من 20 سنة مالوش تاريخ، فمش هينفع اسألك يعني. لكن خليكي للفيلم اللي جاي، احتمال اعمله عن الاطفال، تكون انت كبرتي بقى فهلغيه برضو. دلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو قرا ورق التاني، ايه رايكم؟ والله انا وجهه نظري ان ورق الاستاذ حزين ده مش منطقي، يعني لانها قصه متالفه، فعشان كده تلاقيها الاحداث بتاعتها مش مترابطه وكلها مهلهله. هو يعني كل الافلام اللي قصتها مش حقيقيه مش مقنعه؟ رايك غلط. رأي غلط في ايه؟ يعني انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اولا واضح ان انت من ورقك كده من السيناريست انك انت مثلا كنت بتسرح بعربية جوافة ولا حاجة. جوافة؟ ده بيشتمني يا استاذ خالد. هي دي مش شتيمة، ده اسمه نقد. بس انت هتعرفه منين النقد ده اذا كنت انت اساسا مش عارف تكتب؟ هتعرف تنقد؟ يا سلام، هو يعني انت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي انا كاتبه خير دليل على ان بعرف اكتب. الورق بتاعك كله ثغرات يا استاذ، ثغرات. ثغرات ازاي يا استاذ حزين؟ فهمنا. في هنا مواقف غير منطقيه ولازم تتعدل. تتعدل ايه وانت اي كلام بتقوله؟ خلاص، يعني مثلا ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحله الابتدائيه تكون بتسرح مثلا بمناديل في الاشارات. خد عندك يا سيدي، انت كاتب هنا ان سناء خرجت من البيت الساعه 8، وصلت المدرسه الساعه 8:10. ازاي يا استاذ؟ ايه اللي ازاي؟ يعني ازاي نزلت من البيت ولا ازاي وصلت المدرسة يعني؟ ازاي تاخد من بيتها لحد المدرسة 10 دقايق بس، مع انك كاتب هنا انها استعملت المواصلات، واكيد كانت راكبة عربية، واكيد ملاكي، ودي اول ثغرة. ثغرة ايه؟ وانت اي كلام بتقوله خلاص؟ يعني ناقص كمان تقولي ماركة العربية ورقمها يعني؟ لا، رد عليه بالمنطق بقى يا استاذ عادل. منطقي حضرتك؟ ده بيهرج، ده كاتب شويه اخطاء متخيله في دماغه يعني في برشامه، كل شويه يقول لك في ثغره وبتاع. طب اتحداك لو طلعت اي ثغره تانية. وادي تاني ثغره، انت كاتب هنا بتقول ان الست رانيا مرات البطل عمرها ما عرفت حد غير جوزها، وانه اول راجل في حياتها، مع انها هنا بتقول ان الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي، وان ده لو ما حصلش الست هتحس بالندم. قصدك ايه؟ لا ده كلام فارغ، انا ما اسمح لكش. استاذ عادل ايه ده، احنا بنتناقش. اقعد بس. تالت ثغرة يا استاذ، انت كاتب هنا بتقول ان نجلاء قطعت علاقتها بزميلها في الجامعة، مع انها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعة بحالها على السلم برا. دي مش ثغرة ولا حاجة، دي حرية شخصية، أي حد من حقه إن هو يقعد يتكلم ساعة على السلم لوحديها، ودي مش ثغرة ولا حاجة. مش قلت لك يا أستاذ خالد الفيلم كله ثغرات؟ الثغرات كترت قوي يا أستاذ عادل، تعليقك إيه؟ أنا تعليقي إن هو بيهيس يعني، وبيدور على أي أخطاء وخلاص بالبرشامة اللي فاكر نفسه في امتحان ده. حضرتك أنا أعتقد إن الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه التلات ثغرات اللي هو بيقول عليهم، فأعتقد إن ده هيبقى أنجح فيلم مر بالسينما العالمية.
انجح فيلم. طب خد الثغره الرابعه دي كمان. يا ابني اسكت بقى، اخرس بقى. انت كاتب ان الست انعام ام البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها، وانها عمرها ما حست بالغيره منها، مع انها من يوم ما اتجوز البطل ما دلعتوش ولا قالت له يا دلدلتي. انا اصلا يعني ما بحبش كلمه دلدلتي دي، وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا، بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش شلتها بقى، شلتها عشان ده يعتبر امن قومي. استاذ عادل بصراحه انا كده بدات اقلق كده كتير قوي يا استاذ عادل. بصراحه يعني يا استاذ خالد انا مش عارف صراحه الحاجات دي فاتت مني ازاي. بالذمه في كاتب يقول كده؟ بص يا استاذ عادل، اذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فانا ما اقدرش ابدا اضحك على جمهوري. احنا اتفقنا نعمل قصه واقعيه علشان نعمل سينما نظيفه، للاسف ده كله هيتاثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح انه مخدوع في حياته. حضرتك يعني انا ما زلت مصر على موقفي ان القصه دي قصه هايله، حتى لو فيها شويه ثغرات فعادي يعني، بس هي في النهايه قصه، وقصه جامده جدا. عندك دليل على كده؟ عندي دليل، بس انا بحب ابعد الجنود المجهولين اللي ورا القصه عن الاضواء. حجه ضعيفه. استاذ حزين عنده حق. طيب تحب يا استاذ خالد بنفسك تتاكد من ابطال القصه الحقيقيه؟ انا ممكن اوديك بس انا خايف عليك صراحه. احب قوي. كده هضطر اوديك، بس انت بقى جاني على نفسك، لانك انت هتدخل بنفسك عش الدبابير. هاي يا استاذ عادل، حقيقي هايل الجو اللي انت عامله ده. ربنا يخليك، عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجوده في العيله دي؟ عجبتني جدا. مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي، اللي هو الـ الكوميديا السوداء؟ هو في كوميديا سوداء وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما، الكوميديا انواع كتير جدا، في كوميديا سوداء، في كوميديا بيضاء، في كوميديا مخططه، كوميديا مربعه وكروهات. يعني اخيرا يا فندم ملجا الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايده. ولعلمك عشان تبقي فاهمه، المكان ده زي ما اخوك لي حق فيه انا كمان لي حق فيه، وده لا يدعو لاي مجال للشك والهواجس الدفينه. هواجس دفينه ايه بس رانيا؟ واي كلام انت بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعه بلاش الصراعات الداخليه دي، وخلينا نركز مع الاستاذ. يا استاذ خالد، يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصه حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا مش قصدي، انا قصدي اني مش هعمله فيلم، انا هعمله مسلسل. مسلسل سيت كوم بتدور احداثه بين راجل وست ستات، واسمه كمان راجل وست ستات. يعني ايه نص كوميدي؟ نص كوم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجه. يعني ايه صحيح ست كوم ده؟ مسلسل ست كوم ده هتدور احداثه بين راجل، البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل، هيعيش مع اسرته واسره مراته في نفس الشقه. تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصه دي. ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا، بس حضرتك يعني مش شايف ان اسم راجل وست ستات ده غريب شويه؟ طب وعمو رمزي؟ نسيت بقى اقول لكم، عادل هيكون عنده بازار، ابن عم رمزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده. غريبه قوي يعني ان يبقى رمزي شغال معايا يعني. لا بالعكس خالص، الفكره دي فكره جريئه واقعيه، وهتشوف الناس هتحبها قد ايه. يا رب الناس تحبها يا رب. لا وكمان ايه، احنا ممكن نطلع اسرار كتير قوي من حياتكم. رانيا مثلا، هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ ودلوقتي هل ما زالت بتحبك ولا في بينكم مشاكل؟ أم، هل كان عندها رغبة في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن أبوك ولا لأ؟ إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يا أستاذ خالد؟ استنى، وحماتها، هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لأ؟ ولو ده حصل، هيكون إيه رد فعلك؟ هتدافع عنها ولا هتخاف إنك تنضرب؟ أستاذ خالد معرفش، بس ده يعني كده كتير، يعني مش معقولة يعني. وأختك، هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ وبنتك، انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطلة في العمل رغم انك مهمش دورها قوي هنا. وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركم كلكم في المجلات والجرايد وعلى افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصة حقيقية، راجل وست ستات. ايه ده يا استاذ؟ معقولة يعني حضرتك تاخد أسرارنا وأسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تأكد للناس إن إحنا يعني تفضحنا؟ يا راجل ما تبصش للحاجات دي، ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي.
لا معلش يا استاذ، يغور الشهره والمجد وكل حاجه قصاد ان انا ما افضحش عيلتي. بعدين معاك بقى يا استاذ عادل، خلاص هزودك عم 1000 جنيه. أنا مش بتكلم كده عشان أزيد، بعد إذن حضرتك أنا مش هعمل القصة دي خالص. 2000 جنيه. لا يا أستاذ لا معلش معلش مش هقدر. اتفضل حضرتك. 3000 جنيه. لا يا أستاذ اتفضل من غير ما تقول لحضرتك اتفضل. 4000 جنيه. مش موافق. 5000 جنيه. مش موافق يا أستاذ. 10000 جنيه. موافقين؟ موافقين؟ اوعى تترددوا. لا 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 مش موافقين، دي قصه تانيه. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. اقعدوا ساكتين، اقعدوا ساكتين. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. لا يا استاذ لا يا استاذ، بعد اذنك بعد اذنك. 30000. هم موافقين؟ لا مش موافقين، مش موافقين، مش موافقين. شويه فلوس هتخليكوا تغيروا يعني منهجكوا؟ حرام عليكوا، ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيله، هنيجي نبوظ العيله بشويه فلوس. انا كنت غلط ولا كنت صح يعني؟ كنت صح يا عادل. برافو برافو. خلاص دلوقتي هدي كل واحده فيكوا الحته اللي خاصه بيها وهي تتصرف فيها، تقطعها تولعها، انتوا حرين. اتفقنا؟ اتفقنا.